بنتي كأنه نحن مالنا قد هالمكان. ها شو بدك نرجع؟ ما عاد فينا نرجع هلأ، شو نساوي؟ مو معقول نرجع، رح نخجل طهان وأهله. يلا امشوا تعالوا. تفضلوا. ايه يعطيك العافية عمي سادات، اهلا وسهلا. اهلين فيك ابني، اهلين. هدول ضيوفنا. تمام استاذ. طاولتنا ليك هنيك، امي ما بتتاخر، رح تجي بعد شوي. ولا يهمك، ماشي. يلا فوتوا تفضلي بنتي. يا الله شو حلو هالمكان. ايه والله عن جد كتير حلو، الاطلاله بتاخد العقل. مزبوط. اهلين امي. ماشي تمام تمام، فهمت عليك امي، ما في مشكله. امي ما رح تقدر تجي لهون لانه راحت على اذربيجان، في مشكله هنيك ولازم تسافر باسرع وقت. مو مشكله ولا يهمك ابني، بتصير دائما. مزبوط. ما لا مشكله، جاي الايام بنجتمع. ايه وخلص يعني حصل خير. ماشي لا تواخذوني، بعتذر مره تانية. شو ابني، بما انه اجينا واجينا خلينا نطلب شيء مشان ناكله، لانه والله من وقت الفطور لهلا مو حاطط لقمه بتمي والله عن جد. تمام. رح نطلب. لو سمحت المينيو. على فكرة أبي ما أكل ولا لقمة من الصبح، مشان هيك جوعان كتير. يسلموا. يا عبشوم يسلموا إيديك، شكرا. قولي شو هالأسعار هاي سادات؟ من وين بدنا ندفع هالمبالغ؟ اسكتي يا مرة اسكتي، ولا حرف. بشو عم أغلط؟ ليش لحتى أسكت؟ نرجع على البيت؟ ما فينا، مو حلوة. ما بيكفي الشاب خجل من أهله كتير. معي مصاري إن شاء الله يكفوا. ليكي هون في عندهم جاج، نطلب جاج، وفي معكرونة كمان. طيبين